ولمناقشة الخلاف الجديد بين حكومتي السودان وكردستان العراق بشأن موازنة 2023 ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. مرحبا بك معنا. مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا فيك سيد كاظم. يعني لعلكم تطلعون أو مطلعون على الخلافات السياسية الحادة بين بغداد وأربيل بسبب الموازنة والبرلمان بطبيعة الحال الذي يسعى لتأجيل قانون النفط والغاز، إلى أي مدى ترى أن هذا التأخير قد يعقد الأمور أكثر؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وأحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لقانون النفط والغاز، أنا منذ عندما تشكلت حكومة السيد السوداني في بدايته أكدت مرارا في جميع لقاءاتي أن قانون النفط والغاز سوف لن تمرر في هذه في حكومة السيد السوداني لخلافات جدا عميقة ومتجذرة ما بين الإقليم وحكومة الاتحادية، وهذه يعني كذلك تلقي بظلالها على كيفية اتفاق على حصة إقليم كردستان العراق في الموازنة الاتحادية للبلاد. وهناك مستجدات في هذه السنة أو في هذه الحكومة عندما قضت محكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وكذلك من عدم استطاعة حكومة إقليم كردستان العراق ببيع نفطه مباشرة عن طريق حكومة إقليم كردستان العراق بعد قرار يعني محكمة باريس التحكيم. كل هذه ألقت بظلالها على أن تكون هناك اتفاقيات جديدة ما بين حكومة الاتحادية وحكومة المركز، وفعلا حدث اتفاقية ولو كانت مؤقتة، ولكن كان فيها مسارات جديدة نحو كيفية اتفاق نقل هذا الاتفاق إلى بنود الموازنة العامة للبلاد. ولكن كما ذكرت أن أي اتفاقات سياسية ما بين الأطراف السياسية العراقية سواء كانت كردستانية أو كانت في بغداد دائما تكون على أساس مصالح حزبية ضيقة على قاعدة يعني اتفاق الليل تمحو تثبيت الكراسي نهارا. فهذا الذي يجري في العراق، حصول على الكرسي ثم بعد ذلك نسيان اتفاقات السياسية المبرمة ما بين الأطراف المتنازعة. هناك نقطة بلا شك أنها من الممكن أن تؤثر على المعادلة التي تفضلت بها، وهي ما ذكرها معهد التمويل الدولي من أن العراق لا يستطيع التأقلم مع تراجع أسعار النفط حتى بعد أن خفض توقعاته للأسعار. هذه الحكومة التي من المتوقع إذا حصل هذا المشهد الذي ذكره المعهد العالمي، معهد التمويل العالمي أو الدولي، يعني ذلك بأنها أمام سؤال مهم: كيف ستفي بالتزاماتها لكردستان؟ طبعا ليس فقط الحكومة العراقية لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها لحكومة إقليم كردستان العراق بشكل خاص، ولكن بشكل العموم يعني متى في دورات السابقة للحكومة العراقية التزمت بجميع ما تعهد بها في قانون الموازنة العامة لحقوق المواطنين العاديين؟ دعك من حكومة إقليم كردستان العراق، أكيد لا توجد هكذا إيفاءات. فعندما تكون هناك أزمات مالية يذهبون إلى يعني جيوب الموظفين أو يعني يتضرر القطاع العام الشعب العراقي، يستقر الموازنة فقط على كيفية دفع الرواتب، ثم يأتون يعني يرفعون الضرائب، مستوى الضرائب على يعني قطاعات كثيرة لدى الشعب العراقي فيتضرر الشعب العراقي. إذا لا توجد هناك يعني تطبيق الموازنة العامة للبلاد بشكل حرفي ومهني وبشكل تحقق مصلحة العامة للبلاد، فمن باب الأولى أن لا تستطيع الحكومة العراقية أن تفي بالتزاماتها تجاه حكومة إقليم كردستان العراق، وهي يعني لديها حصة 12.67% بالمئة.
فهذه يعني أستاذ نسبة كاظم، كبيرة أستاذ إذا كاظم أعطيت ولكن لا تعطى. أريد أن أستمع إلى رأيك في السؤال التالي. في الوقت الذي تقلل فيه الحكومة في بغداد حصة كردستان كما تفضلتم في الموازنة، يقر السوداني بند لنفقات سرية لميليشيا الحشد، كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟ طبعا هنا المشكلة الحقيقية صراحة، عندما يعني هناك يعني في مواقع خدمية ممكن يعني توظيف الموظفين أو العاطلين العمل أو كذلك الخريجين الجدد أو عشر الأوائل، ولكن ذهاب إلى جزئيات إلى مواضيع. ليس العراق الآن بحاجة إلى إضافة جهد أمني أو كذلك، لأننا لسنا داخلين في الحرب لكي يعني نزيد أعداد الحشد الشعبي أو الجيش العراقي أو الداخلية وإلى آخره، بل العراق فيها أكثر من مليون وأكثر من مليون منتسب أمني، فلا بد من تقليل هذا العدد، ذهاب إلى نصف إلى هذا العدد، يعني 500 ألف منتسب أمني يكفي العراق وزائد، لأننا لسنا داخلين لا مع يعني حرب أو إلى آخره، لابد أن نذهب إلى تقليل نفقات الأمنية والدفاع والداخلية وكذلك من ضمنهم الحشد الشعبي وإلى آخره، حتى لقوات البشمركة يعني لابد أن نذهب إلى الخدمات. هذه الحكومة اسمها حكومة الخدمات، فلا بد أن تكون يعني أبواب الموازنة العامة محصورة في كيفية تقديم الخدمات الأساسية من حيث الكهرباء والماء والمواد الغذائية بدرجة أساسية للشعب العراقي والذي يئن من الجوع، فلا بد التركيز على هذه الأمور. وأما ما يقال في الإعلام أو كذلك عندما أراد بعض النواب في برلمان العراقي من إضافة هذه النسبة 10% من استرجاع المدخرات يعني الموظفين في حكومة إقليم كردستان العراق، كمبدأ لا يختلف عليها اثنان، ولكن من حيث أن تكون داخل حصة الإقليم هذا فيها إشكالية، من حيث أن لو سمحت يعني نصف دقيقة، هناك لابد أن تكون هناك حلول وتسويات ما بين الطرفين، كأن تكون هناك من 400 ألف برميل نفط يخصص منها 30 ألف فقط تذهب لتغطية 10% وليس من الكل 400، أو أن تستقرض حكومة اتحادية حكومة إقليم كل سنة مليار دولار وتدفع يعني دولار يعني وليس أموال عراقية لموظفين إقليم كردستان العراق، فبهذا هذا الشكل تكون هناك وسطية، حل الوسط ما بين الطرفين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، وتستطيع حكومة إقليم كردستان العراق شكرا من تمشية أمورها شكرا اليومية الباحث بهذا والمحلل الشكل. السياسي العراقي كاظم ياور، كنت معنا عبر سكايب.